لأسواق إيران توابل غير تلك التي تباع. أصوات وصور من حياة الإيرانيين، طقطقة العقوبات تسمع هنا، ووهج الاقتصاد المحموم يكاد يلفح كل الوجوه، نبض حياة البلاد الذي لا يتوقف. إنه عقد الأسئلة الكبرى في إيران. الثورة بلغت 40، وأصغر الذين شاركوا فيها أصبحوا في 50، بينما الغالبية في إيران هم دون 30. لكن الفجوة العمرية ليست التحدي الأكبر. لم يفوت يوما تظاهرة خلال أيام الثورة، هكذا يروي لنا. بعد 4 عقود أستاذ الرياضيات هذا لا يجد سببا للاعتقاد بأن حساباته كانت خاطئة، وإن لم تصل الثورة إلى أهدافها بالكامل. I strongly support Islamic Republic because I support Iran. أنا أؤيد الجمهورية الإسلامية لأنني أؤيد إيران. يجب على دولتنا أن تشهد عملية جراحية ضد الفساد. المشكلات لدينا في الداخل أم في الخارج، فأنا سعيد بسياستنا الخارجية لا سيما في المنطقة. يزدحم سوق تجريش في شمالي طهران بالناس. بمرور الأشهر تمكن الإيرانيون من التأقلم مع ظروفهم الاقتصادية، لكن ذلك لا يعني نهاية للأزمة، وإن كان هناك من يربط بين الصعوبات الاقتصادية وبين مطالبه الاجتماعية. از کشورمون فقط آزادی آزادی بیان میخوایم. الان طوری شده که نريد من بلدنا المزيد من حرية التعبير. البعض يظن أن الحرية في الثياب. الأمر ليس كذلك. الحكومة تظن أن الحرية هي في قيام الشبان بما يريدون في السر، وهذا غير صحيح أيضا. الشباب يهاجرون لأنهم لا يجدون الدعم الكافي. عندما يصلهم الدعم سيصمد في بلادهم. خودشون دارن یه سری کارا رو میکنن که جوونا. يخفت صوت السوق كلما ابتعدت، تصبح أكثر قدرة على القراءة بين صفحات الوجوه في مجتمع يتقن الترميز في سياقة حكاياته. لإيران وجوه عديدة، وإن رآها العالم بوجه واحد أو على الأقل من زاوية واحدة. انقلاب ودولت وإن هيتش فكر نمكن ربطي داشتوش چون دولت وميان وميران. مستقبل أي كان يجب ألا يكون مرتبطا بالحكومة والدولة. الحكومات تأتي وتذهب، لكن على الناس أن يدعموا بعضهم البعض. مشكلتنا الأصلية اليوم هي الوضع الاقتصادي، وحل هذه الأزمة يساهم في حل نسبة كبيرة من مشاكلنا. تختلف الألوان بحسب اختلاف الأماكن، ولكل لون صوت، ولكل صوت صدى يتردد في كل مكان. هنا علي هاشم، BBC، طهران.